إنه منطق فرض الخاوات والقبضيات. هناك قيادة شرعية فلسطينية. نواصل هذه التغطية المستمرة للهجوم الإسرائيلي. نحن نستنجد شحن تسريبات من الإسرائيلي بأنه يتم إعدام الكثير من هؤلاء المعتقلين. وقطاع غزة لن يستقيل من مهمته. كفى. كفى. الآن المطلوب هو وقف هذه المجزرة. المدنيين قاعدين بضربوا. حددنا صاروخين أطلقا من مروحيان. كلهم ناطقين باسم حماس. حسبي الله ونعم الوكيل. علينا أن نوقف هذه الآلة العمياء للقتل. جيبوا ناكل، جيبوا لنا مي. في إسرائيل في انتخابات، كل واحد بده في شيء يفرجي حاله. يجب أنه نجد منافذ للخروج من هذا الوضع. يجب أنه توجد منافذ. الشعب الفلسطيني يذبح يا أخي. كيف انعكست عليك الأزمة المالية العالمية؟ هل حان الوقت لتعديل اللوائح والقوانين؟ ما هي المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي؟ ماذا كنت تفعل عندما تحقق أعظم إنجاز تنافسي؟ تحدث مع أكثر من 100 ممن ساهموا في صناعة حاضرنا. منتدى التنافسي الدولي GCF 2009 الرياض. ساهم في صناعة المستقبل. صوت هؤلاء يناديكم. تبرعوا عبر وكالة الأمم المتحدة للغوث أنروا. تصل تبرعاتكم مباشرة لأهالي غزة. معا لإغاثة أهالي غزة. MBI International 30 عاما من الإنجاز. بالسعد والسلامة. مستشفى سعد التخصصي.